أهلا بحضراتكم مرة تانية وصلنا لآخر فقرة في صباح أون وهنتكلم عن الهولوجرام إيه الهولوجرام موضوع تقنية جديدة في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وأكثر متحركة إتعملت في أكثر من مكان في العالم إحنا شفنا كده نماذج منها في مصر عندنا مدرسة خاصة في الموضوع ده في الواقع الافتراضي وبنحاول نوصلها ب تكنولوجيا اللي بتقدم للاطفال وللتعليم ازاي نوضح موضوع الهولوجرام ده للاطفال اولا يعني ايه هولوجرام هنعرف مع ضيفنا الكريم الدكتور تهامي محمود استاذ بقسم الرسوم المتحركه كليه الفنون الجميله بجامعه المنيا صباح الخير صباح الخير يا دكتور, صح 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 دكتور. صح قبل إيه اي حاجه احكي لنا اللي كنا شايفينه على الشاشه ده هو ده على سكرين يعني في شاشه وانا بشوف من خلالها الحاجات دي 3 دي ولا ده في الفراغ ولا ده حواليا يعني احكي لي اكتر هو عشان نعرف الموضوع ده لازم نبدا من البدايه البدايه كان في حاجه اسمها الهولوجراف الهولوجراف دي بدا من الستينات دي معتمده على انعكاس على مرايات فبيظهر لي الشخصيه شبه ثلاثيه الابعاد الموضوع ده اتطور بقى ب يعني بتطوير الاجهزه والكمبيوتر اتحول لحاجه اسمها الهولوجرام الهولوجرام ده يعني التعريف العلمي ليه ان هو نقل الخيال الى الواقع <applause> يعني ازاي تبقى عندي حاجه خياليه مش شايفها <applause> اشوفها قدامي في الحقيقه الموضوع ده طبعا بيتطور جدا الايام دي لغايه <applause> ما وصل لحاجه يعني بعد الهولوجرام اسمها بلو بيم بلو بيم ده مشروع اظن يعني مصر كلها شافت الحوت اللي هو بيظهر في ملعب السله وبينزل الناحيه الثانيه اه عشان كده انا بسال حضرتك هل اللي كنا شايفينه ده ده مش على سكرين يعني ده مش 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 زي عشان نفهم الناس يعني ده مش زي فيلم آه 3 دي وانا بشوفه لا بحاجه ثلاثيه الابعاد لا ده انا آه الرسوم المتحركه او الهولوجرام ممكن يوصل انه يتحرك في الفضاء زي ما احنا شايفين قدامنا كده أوه. يعني ده مش شاشه دي مش شاشه لا ده في مش شاشه ده تشرحها لنا كده عشان ده بيتشاف في الفراغ يعني في الفراغ. في الفراغ يعني هو بيبقى بيتنفذ بيبقى عندنا كذا بروجيكتور بي بيتحدد مساحه معينه وبيبدا يبث الكاركتر او الشخصيه اللي احنا اللي احنا هنعرضها بالحركه بتاعتها بالسيناريو اللي هي حافظه <applause> بس الموضوع ده اتطور دلوقتي ان ان العالم عاوز الشخصيات دي تمشي في الفراغ بيننا ويحول الكره الارضيه لشاشه سينما كبيره الكوكب بيتحول لشاشه اه يعني الكوكب يعني, يعني أنا, في انا ممكن الاقي دولفين ماشي جنبي مثلا او حاجه يعني ازاي بالاضاءه ولا بالتطور بال بال... بتاع الموبايل واجهزه الاتصال ماشي للموضوع ده يعني ممكن في خلال خمس سنين بالكتير هنلاقي ان الموضوع ده عادي يعني ما نستغربش ليه يعني لما حضرتك تبقى عاوزه تكلم حد مجرد ان حضرتك بتعمل اكسبت بيروح ظاهر الهولوجرام بتاعه وبيتكلم مع يعني حضرتك لا يشرحني لا القصه دي يعني. ايليينز حوالين <تصفيق> <تصفيق> أه لا هي دي عملوا اول تجربه في في السي ان ان عملوا كان في مراسل مراسل اخبار واستدعوه في الاستوديو في بالتقنيه وقعد يقول على الوضع عنده ايه وبعد كده بس كانت الكواليتي والجوده بتاعت الـ الـ العرض كانت باينه ان هي شخصيه حراريه يعني مش مم. مش طبيعيه اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي واللي ناسا بدات تشتغل فيه من سنه 2010 تمام. اللي هو البلو بيم مم. ده اللي هيطلع الاشخاص بالظبط يعني الكواليتي زي كانه كانه بني ادم يعني. هو فعلا بيتكلم آه. وفي يعني في م. م. ما هو حكايه يتكلم دي هو هو هيتكلم وهيفكر كمان تفكير ذاتي لأنه هيضاف له الذكاء الصناعي آه يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في الافلام ان حد يخش الشقه بتاعته يلاقي حد بيرحب بيه وبي مثلا بي بينور له الاضاءه بيشغل له كمبيوتر الحاجات دي يعني مش خيال احنا هنبعد عن بعض أكتر جداً. <applause> الناس هتبعد عن بعض احنا مش عارفين نكلم بعض ومعانا الخياليه دي يعني ممكن من 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 سنتين ثلاثه لو كنا بنسمع او بنعمل لقاء ده مع حضرتك ما كناش هنصدق بس ده ممكن م. بعد كده يبقى حاجه حقيقيه وواقع موجود الفكر الفكره دي أه. متحققه طب انا عايز اسال حضرتك بقى نرجع هنا في مصر بقى ده اللي يهمنا احنا خدنا فكره كده وارجو ان نكون فهمنا ان في شويه مصطلحات كده خاصه بالموضوع لكن احنا هنا في مصر هل احنا في الفعل طورنا الحكايه دي ازاي بنوظفها لمقتضيات البيئه المصريه يعني انا عندي معلومات ان في هيحصل حاجه في مدرسه مصريه اه 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 بنحاول نقرب فيها الاطفال من التكنولوجي بشكل كبير اه اشتغلنا ازاي يا دكتور في الموضوع ده هو الحقيقه انا شفت فيديو للديناصورات اتعرض في دبي ونفس الفيديو اتعرض في متحف الطبيعه في لندن فكل شفت التعليقات على الفيسبوك ان كل الناس تقول في كوكب دبي الشقيق في كوكب اليابان في كوكب, كوكب اليابان فانا طبعا يعني لما بسمع في كوكب ديه بزعل جدا لان احنا اللي عملنا الكوكب ده يعني رسوم متحركه فرعنا اللي اخترعوها رسوم متحركه عندنا كمان يعني انا من المنيا فاول رسوم متحركه في العالم الصراعات اللي هي اللي اتعملت في تل العمارنه في في المنيا ما احنا بادئين حاجات كتير بس هي الفكره مين بيسبق احنا واصلين فين دلوقتي هي احنا يعني احنا عاملين مشكله قدامنا ان احنا يعني عمرنا ما نحصل العالم ده هو الموضوع دلوقتي ما بقاش معتمد على الصناعه وان احنا نصنع العربيه من الصفر او الحاجات دي كل الموضوع دلوقتي معتمد على الثقافه والتراث كل الناس عندها نظريات عندها ثقافات عندها علوم بتحاول تستخدم التكنولوجيا وتعرضها بشكل تاني فبيحصل تقدم زي ما احنا شايفين في الدول اللي حوالينا انا لما شفت الموضوع ده عملت يعني ايه بقى اول حاجه يعني عملت سيرش على النت عشان اعرف التكنولوجيا دي معموله ازاي فما اي حاجه على التكنولوجيا دي غير صفحات بتحرم التكنولوجيا دي وبيقول ان هم بيعملوا اله جديد والاله الجديد ده هيظهر هيتحكم في البشر يعني حاجه عشان تمنع الناس من من البحث يعني فكملت بحث لقيت ان هم مش حاطين اي معلومات ولا اي حاجه تساعد ازاي حتى نعمل واقع افتراضي او برنامج واقع افتراضي يعني حضراتكم عارفين ان احنا في التلفزيون مثلا عشان نعمل آآ آآ يعني آآ استوديو افتراضي ده بنجيب له كاميرات من بره وبنعمل تجهيزات كبيره جدا وحتى لسه مش ناجح كويس في مصر يعني عندنا اخر حاجه وصلنا لها اللي هي تقنيه 360 فقط تصوير 360 اه ده التصوير آه 360 اما الكاميرا نفسها البرنامج نفسه بيصور ازاي بيعمل ازاي آه ده لسه ما اتعملش في مصر فانا قررت ان انا اعمل الـ الـ البرنامج ده وفي الاول كان هو غرضه ترفيهي تر يعني بال يعني يعرض حاجات مش متاحه لل للناس يعني مفيش حد ممكن يشوف كينج كونج مثلا مفيش حد زي الصور اللي قدامنا دي ممكن آه. يجيبها على المونيتور اللي هنا زي زي التجربه دي حضرتك آه. اهي الصوره هي اتفضل دي ايه آه. بقى الصوره دي دي آه. جوه مدرسه اه دي جوه مدرسه مدرسه مصريه انا جربت فيها العرض ده والعرض ده فيه حاجتين ان هو اول برنامج افتراضي مصري ده 100%، تاني حاجة أقوى رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد اتعملت تقريباً في الوطن العربي. أنا ثلاثي الأبعاد؟ أه متحرك متحرك أنا صدقت إن آه يعني آه آه يعني يعني يعني. هو يعني أه هو متحرك أه هو الطلبة لما شافوه يعني في في الفيديو بيخاف يعني مش طلبة بس حاجة يمثل أو في حاجة يعني أي حد هيشوفه المذيعين برضه يعني. أه هم خافوا كمان لما شافوا طب دي إزاي يا فندم؟ معلش واحدة واحدة كده يعني إزاي إزاي, إزاي <applause> الشكل أو الصورة اللي إحنا شايفينها دلوقتي دي بنعمل ايه عشان تطلع بالشكل ده آه باختصار يعني هو طيب. هو فيها فيها جنبين في فيها جنب اي آه تي آه يعني تكنولوجيا بيتعمل فيه ديفولب وفي شق تاني رسوم متحركه برضو معمول مخصوص عشان يظهر على التقنيه دي الرسوم آه. آه المتحركه معموله بشكل بروفيشنال جدا بنفس يعني آه الجوده بتاعتها تنافس الاستوديوهات آه الكبيره <applause> بره يعني بنفس الكواليتي آه كمان برضو البرنامج آه يعني وهو بيتعمل عرض <applause> كان ال يعني كان الطلبه مش مصدقين ان دي حاجه معموله في في مصر يعني. <applause> كان ردود افعالهم ايه؟ اللي يعني اه إيه. حاجه مهمه جدا. <applause> انا صراحه يعني مسجل حوالي 360 جيجا الموضوع كله لردود الافعال بتاعت حتى في طفل صغير كان بي يعني كان بيحاول يلعب مع الاسد في وهو متحرك و وكلهم كانوا بياخدوا صور بقى تذكاريه لا وممكن للموضوع. كمان يعني طبعا بعيدا عن حاله الانبهار والسعاده مم. اللي اي حد مش بس الاطفال ممكن يكون فيها ممكن كمان يعني بالنسبه للمدارس والتعليم مم. استغلال هذه التقنيه لتعليم الاطفال <applause> بطريقه مبتكره صحيح. ومختلفه ما هو في الموضوع ده صراحة يعني لأن لأ أنا بحث علمي في نفس الوقت يعني فكنت براقب كل تصرفات الأطفال والمدرسين وكل اللي بيشاهدوا الموضوع ده فيعني أعتقد أن الحل في التعليم في مصر هو المعلم الإلكتروني يعني هنعمل سوفت وير نخلي أيا <applause> كان خلينا نقول الاسد بيتفاعل هو كمان مع الطفل اه هو م. المشكله ان احنا عندنا المدرس دلوقتي مش عارفين ناهله علميا م. ان هو يعني يقدم معلومات مفيده احنا لسه في مرحله التابلت دلوقتي مرحله التابلت دي مش عارفين حتى نعممها <applause> على المدارس يبقى في تابلت او منهج في تابلت يعني. ما على فكره مش مش لازم مش لازم يبقى في تابلت احنا لو عملنا عنصر واحد يعني هنختصر حاجات كتيرة احنا لو لو نعمل شكل اه مدرس لو عملنا المدرس المدرس ما هو المدرس فعلا هو اللي هيصلح كل الكلام ده المدرس الموجود ما ينفعش يعمل الكلام ده فالحل المدرس الالكتروني لا فانا مش دي عشان ما نعديهاش يعني مدرس الكتروني إيه؟ المدرسين يزعلوا مننا كده بس آه 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 لا آه المدرس لا المدرس المدرس الالكتروني اولا في حاجات كتيرة هتبقى متوفره فيه اول حاجه هيبقى الوقت مظبوط جدا مش بيضرب <applause> آه مش بيضرب <بيزع تصفيق> دروس خصوصيه ما بيديش آه اهم حاجه دروس خصوصيه آه كلهم منبهرين حتى المدرسين نفسهم هيبقى منبهرين لأن مثلا أنا بعرض نظرية لأينشتاين فلما خلي أينشتاين نفسه هو اللي, اللي يشرح النظرية دي للطلبة لما خلي كل العلماء اللي احنا ما شفناهمش اساسا هم اللي قاعدين يجربوا انا خايفه بس من التاتش المصري يعني يعني تخيل لازم نحط اللمسه بتاعتنا في الاخر هنستحضر وهنعمل شخصيات ايه او مين نقلق من الحته دي لا هو هو طبعا دخولنا في المرحله دي دخولنا في المرحله دي يعني اولا هيكسر الحاجز الكبير بين الناس وبين التكنولوجي العاليه لان البلو بيم اللي هو بعد التطور اللي هو شغاله فيه دول العالم يعني امريكا عملت الحوت الصين راحت ترد عليها بمدينه كامله في المحيط مدينة مش 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 حوت بس في احنا عايزين نرد بأي حاجة آه. يعني <applause> <applause> احنا هيجي وقت قرية فرعونية اه هيجي وقت هنبقى شايفين الحاجات دي خيال يعني مثلا لو لو في حد دجال في مصر جاب الجهاز ده وقال ان هو بيطلع عفاريت او حاجة ينبط... يعني ياما في مصر احنا <applause> اعتمدنا طبعا وكل توفيق لحضرتك انه طبعًا. يبقى في تطوير وخطوات تجاه الموضوع ده لانه بعيدا عن الهزار والضحك واحنا المصريين دايما دمهم خفيف <applause> ونتوقع منهم اي حاجه <applause> مع الاختراع ده لكن مهم قوي انه نستغله في التعليم، يعني عمالين نتكلم عن التعليم والطالب وعلاقته بالمدرس، طبعا مع كامل احترامنا لكل المدرسين، المدرسين هيكونوا عنصر اساسي في الموضوع ده والاختراع ده، لكن للترفيه وللضحك وللتعليم والاستفادات تانية كتير وللسياحه طبعا طبعا م. طبعا يا ريت ناخد خطوات هو في حاجه تانية يعني هو ينفعنا دلوقتي في السياحه يعني احنا مستنيين السياح ييجوا عندنا م. طب ليه احنا ما نروحش عندهم يعني هم نستحضرهم يعني ولا ايه؟ لكن نعمل احنا نعمل لهم السياح الم... موجودين عندنا يعني السياح <applause> افتراضيين <applause> 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 <float> يعني لا <applause> احنا ممكن احنا <applause> ممكن لو عملنا مساحه ارض في كل دوله ان احنا هنأجر مثلا مساحه آه. دي عشان نعرض مثلا <applause>. معبد الكرنك أو, <applause> 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 او اي حاجه ثانيه حتى في, الانترنت دلوقتي انك تخش متحف زي اللوفر مثلا ممكن تخش فيرتشوال وتشوف كل حاجه فيه احنا عندنا ده ولا لا يعني ممكن نسوق حاجاتنا السياحيه بحيث ان هو يشوف احنا احنا ممكن نسوي حاجاتنا للسياحه انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دكتور تهامي <applause> محمود استاذ الدكتور بقسم الرسوم المتحركه كليه الفنون الجميله بجامعه المنيا <applause> المنيا اللي فيها تل العمارنة اللي طلعت فيها اول رسوم متحركه في التاريخ الفراعنه موجوده في تل العمارنة دي كانت اول رسوم متحركه شكرا شكرا جزيلا مارينا انا خايف يبقى في مذيع الكتروني تخيل ان يشتغلوا عننا وما نشتغلش ده ممكن يبقى فيه كل حاجه يعني ربنا يستر ربنا يستر نشكر حضراتكم جدا كانت حلقه يعني فيها بسمه مختلفه صباح اون بكره هتكون حلقه جديده من الساعه 9 لساعة 12 وطبعا بيان الحكومه المنتظر مع زميلتي نهوان سري وزميلي خالد تليم خليكم دايما مع صباح اون وطبعا شكرا ليك يا محمد دايما كده العزيز صباحكم جميل صباحكم جميل بس كده سلام